كنطالبوا الرومبا دراري وكنطالبوا مام الراجلين ولادنا كيموتوا في هذا الرومبا والسرعه بزاف الله يجازيكم بخير شوفوا لنا محل هذا الرومبا هذا اللي غريبه كنطالبوا بواحد الحاجه بسيطه ولكن في نفس الوقت هي كبيره كنطالبوا بالرومبا لان هذا الحي هذا هنايا كاين الاطفال صغار كيبقاو يقطعوا يمشيو يتسخروا من هنا ما كيقدروش ما كيخافوا ما كيقدوش يمشيو علاش الطريق كبيره من هنا كيقز في 100 120 من هنايا مخلي الولد الصغير ما يقدرش يقطع نسا كبارين كذلك حنا بيدنا كذلك خافوا قطعوا كنطلبوا بالرومبان يعاونونا الرومبان هناياك وين قيمنا الدنيا شويه يعاونونا ماما الراجلين بحالنا بحال الناس كاملين هادشي اللي كنطلبوا به ماشي شي حاجه كبيره ونوفلاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا